أهلا وسهلا بكم جميعا، ونعتذر عن ما حصل من مشكلة تقنية خلال المساحة. فكنا نناقش مفهوم وجبة الإفطار وأهميته، ووقفنا عند وقت المناسب الذي ينصح لتناوله. فممكن أستاذ عفة تستكملي هذه النقطة؟ الله يعافيك. أهلا بالجميع، نعاود لشرح نقطتنا مرة أخرى وتناقش فيها. بالنسبة لموعد وجبة الإفطار، ما في وقت محدد ينصح فيه بساعة معينة مثلا، ولكن الوجبة الغذائية أو وجبة الإفطار الأفضل أنها تحتوي على العناصر الغذائية الكاملة، منها الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وكل هذه العناصر الغذائية تحتاج وقت مختلف من عنصر إلى عنصر للامتصاص. فكلما كان وقتها أبكر، يعني بوقت مبكر عن المحاضرة أو عن بداية اليوم الدراسي، كل ما كان هذا أفضل لامتصاص الجسم لهذه العناصر الغذائية وقابلية الخلايا لاستخدامها في اليوم الدراسي، سواء استخدامها للتركيز أو لتنشيط الذاكرة وغيرها. جزاك الله خير أستاذ عفت على الإجابة الثرية. فذكرتي عن أهمية العناصر الوجبة المتزنة، وهو سؤالي الثاني. فالكثير من الطلاب يعتمد على الكربوهيدرات خلال فترة الامتحانات بسبب سهولة امتلاكها، فممكن تشاركينا من علمك ما مدى تأثير الكربوهيدرات على التركيز والانتباه المطلوب للطلاب المقبلين على الاختبارات، وكيف يستطيع الطالب أن يحصل على الاستدامة لطاقته خلال هذه الفترة؟ تمام. الكربوهيدرات بشكل عام والجلوكوز بالأخص هي الغذاء الأساسي للدماغ، فهو يحتاجه بكمية معتدلة لأداء الوظائف العقلية. لكن احتواء الوجبة الغذائية على الكربوهيدرات فقط له تأثير سيء، حيث أنه الكربوهيدرات، الكمية الكبيرة من الكربوهيدرات في أي وجبة من وجبات اليوم لها تأثير سيء على الجسم، وخصوصا إذا كانت الكربوهيدرات البسيطة، لأن الجسم يستهلكها، تعطي طاقة بشكل بسيط، الجسم يستهلكها بشكل سريع، وهذا يؤدي إلى نتائج عكسية، تؤدي إلى استهلاك الأنسولين بشكل أكبر، تؤدي إلى الإحساس بالجوع بشكل أسرع، تؤثر على التركيز، وتؤثر على الذاكرة، على الذاكرة قصيرة المدى. فالذاكرة قصيرة المدى إذا تأثرت فهو ما يؤدي إلى التأثير أثناء الاختبارات على استعادة المعلومات، فهذا يكون لها تأثير سيء. الله يعطيك العافية. بالنسبة لسؤالي الثالث، وهو عن علاقة التغذية السليمة مع تجنب الأمراض المزمنة مثل الزهايمر، فهل هو فعلا مثبت علميا علاقة التغذية السليمة مع تقليل نسبة الزهايمر؟ ومتى نستطيع رؤية أثر التغذية السليمة على الجسم والعقل مع الوقت؟ تمام. التغذية من وجهة نظري أنا أعتبرها هي المفتاح الأساسي الذي يستطيع الإنسان التحكم فيه بشكل كامل، وهذا يؤثر على حياته، لأنه التغذية السليمة هي اللي تأثر على كل باقي الأشياء المؤثرة في حياة الإنسان، تؤثر على الصحة النفسية، تؤثر على النشاط البدني، تؤثر على جودة النوم وغيرها. فالنظام الغذائي السليم ابتداء من الطفولة، من المراحل الأولية في حياة الإنسان، كل ما ابتدأ الإنسان بنظام غذائي سليم من المراحل الأولية كل ما كان أفضل. ولكن هذا لا يعني أنه الإنسان في سن الأربعين، في سن الثلاثين، أنه يقول خلاص يعني فات الكثير، ما يحتاج أني أبدأ نظام غذائي. أن تبدأ متأخرا خير من أن لا تبدأ نهائيا. فالنظام الغذائي وخصوصا المحتوي على جميع العناصر الغذائية يؤثر بشكل جيد في الوقاية من الأمراض، يؤثر بشكل مختلف في جميع العناصر، التأثير على الجسم بشكل عام وعلى فسيولوجية الجسم، فلها تأثير كبير في الوقاية من الأمراض ومنها الزهايمر. فإذا كان الإنسان يحتوي وجباته الغذائية تحتوي على كمية جيدة من الدهون من ضمنها الأوميغا 3، فهي بإذن الله في منها وقاية من الزهايمر والأمراض المزمنة بإذن الله. إجابة وافية، يعطيك العافية أستاذ عفت. طيب، سؤالي القادم وهو عن النظام التغذية التي تعتمد على الزيوت مثل نظام الغذائي الكيتو، وممكن تشاركينا رأيك عن نظام الكيتو الغذائي، وهل هو يعتبر نظام جيد للرفع من مفعول الذاكرة؟ فبالتالي هل هو مناسب لرفع الأداء الأكاديمي للطلاب؟ حقيقة بداية الأمر نظام الكيتو
استخدم لأسباب أخرى، كان يستخدم كعلاج للصرع، يعني كان وجده فيه من الفعالية لتخفيف من داء الصرع. ثم اكتشفت مزاياه الأخرى الجانبية، من ضمنها نزول الوزن، التأثير على الذاكرة وغيرها. لماذا أنه له تأثير على الذاكرة والدماغ؟ لاحتوائه على الدهون. الدهون شيء أساسي من ضمن العناصر الأساسية الكبيرة التي يحتاج إليها الجسم، ولكن زي ما نقول الاعتدال في كل شيء، فتأثيرها جدا كبير الدهون، خصوصا للنساء، للهرمونات، مهمة جدا في تكوين الهرمونات. فاختلاف أو إن احنا نستبعدها من نظامنا الغذائي راح يأثر بشكل سيء سواء على الذاكرة أو على الهرمونات. بالنسبة للذاكرة والصحة العقلية، ليش أنها مهمة؟ لأن الدهون من ضمنها المكسرات والزيوت مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق، هذه كل هذه الأشياء فيها من الأوميغا 3، فيها من مضادات الأكسدة، فيها من بعض الفيتامينات والمعادن التي تؤثر بشكل جيد على الدماغ والصحة العقلية. فهذه كلها أشياء مفيدة، وإحنا نستحق أن يعني يجب على الإنسان أن يوازن في نظامه الغذائي ويستهلكها بشكل معتدل. بالنسبة لنظام الكيتو، هو نظام جيد يستطيع الإنسان أن يستخدمه، سواء يعني لأسباب مختلفة، إذا هو حب يستخدمه لتقوية الذاكرة، للعلاج، أو لتقليل الوزن. كل هذه الأسباب يعني ممكن أن يستخدم نظام الكيتو لأجلها. لكن في نقطة مهمة بنظام الكيتو، هو يركز بشكل كبير على استهلاك الدهون، ويستهلك جزء من البروتينات وأقل شيء فيه الكربوهيدرات. فيجب أن يحاول الإنسان استهلاك الكربوهيدرات وبعض العناصر الغذائية الأخرى بشكل معتدل، فلا ينقطع عنها بشكل نهائي، لأنها قد تؤثر سلبا على الجسم ويؤدي ذلك إلى نقصان بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم. ممتاز، جزاك الله خير. كذا أنا خلصت من الأسئلة المعدة جاهزة عندي، والآن نفتح المجال للمشاركات من الجمهور. فمن لديه أي سؤال أو استفسار للأخصائية عفت، فليتفضلوا بطلب الميكروفون ثم تكرم بالتعريف باسمه، أو يمكنكم كتابة أسئلتكم في تعليقات المساحة. تفضلي ديانا. السلام عليكم ورحمة الله. أولاً حابة أشكركم جميعاً على المساحة المثرية، فعلاً استفدنا الكثير، يعطيكم ألف عافية. إذا تسمحين لي أستاذ عفة، أنا عندي سؤال. كثير حنا نسمع إن يعني على مواقع التواصل الاجتماعي إن لازم ننظف المعدة، ولا مقولة اللي لازم تنظف كبدك، عامة يعني عن طرق يعني مشروبات زي نخلطها وما إلى ذلك، فكرتها إنه زي ديتوكس وما إلى ذلك. هل برأيك هذا المعتقد صحيح؟ وهل فعلا له فوائد؟ وبس، يعطيك العافية. وعليكم السلام، أهلا وسهلا جنى. حقيقة يعني سبحان الله الذي خلق الإنسان فصوره، ونعجز عن استيعاب والعلم في تطور لاكتشاف مدى صنع الله لهذا الإنسان، يعني عظمة الله في صنع الإنسان. هذا الشيء الإنسان أو أعضاء الجسم تقوم به بشكل دوري، ما يحتاج أي تدخل من الإنسان. فالحمد لله على الصحة، الله وضع لنا الكبد، العضو المسؤول عن تنظيف الجسم من السموم، الكلى المسؤولة عن استخراج أي أشياء أو أي معادن زائدة في الجسم، الجسم يقوم باستخراجها بشكل منتظم وبشكل دوري. فالصحة، إن الإنسان يحافظ على صحته، راح تتم معه هذه الأمور بشكل مستمر وبشكل دوري، ولا تحتاج أي تدخل من الإنسان. فكرة هذا المفهوم هو مفهوم يعني دارج جديد مؤخرا على الناس، وتظن أنه لازم، وأنه بدون هذا التدخل من الإنسان الجسم ما يستطيع الإزالة والتخلص من هذه السموم. لكن فعليا الجسم يستطيع يتخلص منها بشكل مستمر،
وبشكل دوري بدون أي تدخل، في حال بس أنها ملاحظة أنه في زيادة مثلا في الفسفور، معدلات البوتاسيوم وغيرها في الدم، راح تتخلص منها الكلى والكبد بشكل طبيعي وبدون أي تدخل. شكرا لك ديانا على السؤال، وشكرا لك سلفت على الإجابة. عندنا سؤال عن الكافيين. سارة الوذيح تسأل، هل الكافيين له نتائج سلبية خاصة مع الذين لديهم نقص في الحديد أو فقر الدم؟ هل هو يبطئ من عملية امتصاص الحديد على سبيل المثال؟ الكافيين يحتوي على نسبة من الفسفور والبوتاسيوم، فكثرة استهلاك الكافيين يضر القلب، أما بالنسبة يؤثر على عضلة القلب. أما بالنسبة لنقص الحديد وفقر الدم، أدوية فقر الدم تتعارض مع اللي هي الحديد بالأصح، تتعارض مع الكافيين والشاي، فاستهلاكهم مع بعضهم يؤدي إلى منع امتصاص أحدهم الآخر، يعني راح الجسم يستثني امتصاص الحديد ويبدأ بامتصاص الكافيين. وفي حالة فقر الدم أكيد الأولوية للجسم أنه يحتاج الحديد، ولكن أن هذه تتعارض معها فما راح يؤدي إلى امتصاص الحديد بشكل، وراح يستمر فقر الدم إلا انقطاع أحدهم الآخر أو الفصل بين تناول أحدهم الآخر، مثال 4 ساعات أو 3 ساعات تقريبا عشان يؤدي إلى امتصاص جيد. ممتاز، شكرا لك سلافات، شكرا لك سارة على السؤال. هل يوجد عندنا أي سؤال آخر من الحضور؟ إما تقدروا ترفعون طلب الميكروفون أو تكتبون سؤالكم في التعليقات. تفضلي ديانا. إذا تسمحون لي عندي أيضا سؤال آخر، اللي هو هل يوجد دايت يعني يعتبر يطول بعمر الإنسان؟ يعني دايت محدد يقدر يعني makes a person live longer. أولاً حابة أعتذر منك، نطقت اسمك خطأ ولخبطت بينك وبين شخص آخر في السؤال الأول. بالنسبة إلى السؤال، هو الفكرة بالأنظمة الغذائية المختلفة، أنت لو جيت لكل نظام غذائي بشكل عام رح ندرس، يعني لو درستيهم كلهم، كل نظام غذائي قاعد يحاول يقول لك أنه التزمي بنظام صحي، ابتعدي عن الأشياء مثلا المسرطنة بعد الشر، الأشياء المؤثرة وسبب الأمراض، التزمي بالأشياء اللي فيها مضادات أكسدة وغيرها. فما في نظام غذائي معين أقدر أقول لك إنه هو يسبب إطالة بالعمر، ولا هو عامل واحد اللي هو أقول لك النظام الغذائي، لكن النظام الغذائي أحد العوامل اللي مهم إن الإنسان يلتزم فيها للحفاظ على صحة جيدة لعمر أطول بإذن الله، والعمر كلها بيد الله. فالنظام الغذائي يؤثر على أشياء أخرى. النظام الغذائي السيء أو الغير صحي، مثل النظام الغذائي عالي بالكربوهيدرات، يؤثر على جودة النوم، يسبب الأرق، يؤثر على الصحة البدنية، ممكن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق. فكل هذه العوامل إذا احنا التزمنا بنظام غذائي جيد، رياضة صحية أو نظام رياضي ممتاز، ابتعدنا عن مسببات القلق والتوتر اللي احنا نستطيع الابتعاد عنها بأنفسنا، فكل هذه الأشياء تؤثر على الصحة، والصحة النفسية لها دور بعد كمان في الصحة البدنية والعمر إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ عفت، وكذلك ديانا طرحك سؤال، وهكذا انتهينا من المساحة، ونشكركم كلكم على مشاركتكم وحضوركم القيم، ونشكر بالأخص أستاذ عفت على حضورها وتفاعلها معنا، ونأمل أن نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة، ونتمنى لكم كل التوفيق في اختباراتكم المقبلة. شاكرة لك سوزان، وشاكرة للجميع حضورهم، وأتمنى أني أكون أفدت الجميع وأجبت بشكل كافي ووافي. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. شاكرة لكم جدا، وأعتذر عن أي تقصير بدر مني.